شهد سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية التوقيع على اتفاقية عمل بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة أرادوس للمقاولات والصيانة تتعلق بتشييد مركز مدينة خليفة الصحي، وذلك بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين. هذه الاتفاقية التي بلغت كلفتها 5,646,666 دينارا بحرينيا، والتي سيستغرق التنفيذ 18 شهرا على مساحة أرض تزيد عن 17,000 متر مربع، تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر الداعية إلى مواكبة التوسع العمراني والتطور الخدمي في مدينة خليفة وتلمس احتياجات الأهالي فيها من خلال الحصول على العلاج والرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ذات الجودة العالية بما يتناسب مع التزايد المستمر في سكان المنطقة. تشرف اليوم أن نشهد هذا الإنجاز الكبير في مركز مدينة خليفة الصحي الذي نعمل في المحافظة الجنوبية دائما بتنفيذ توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم. والمحافظة الجنوبية اليوم دائما تهتم بهذا التواصل مع المواطنين ودعم مختلف المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. واليوم احنا تابعنا التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء حفظه الله بإنشاء هذا المركز الكبير، واليوم بحضور سعادة وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزيرة الصحة وبنك البحرين الوطني والعديد من الجهات، وجودهم في المحافظة الجنوبية يعكس هذا التعاون المثمر البناء الذي يجمعنا مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة من أجل تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية للمواطنين. المشروع يبنى على مساحة 17,000 متر مربع، ومساحة بناء تقدر بحوالي 11,000 متر مربع، وقامت وزارة الأشغال في تصميم هذا المركز الصحي حسب متطلبات وزارة الصحة لهذه المنطقة، وإن شاء الله راح يكون يخدم المنطقة الجديدة في منطقة عسكر والقرى المجاورة. وهذه هي توجيهات حكومتنا الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق، وهذا إنجاز إن شاء الله راح يكون يشار له بالبنان بأنه يكون مركز نموذجي ومتميز إن شاء الله بتوفير كافة المجالات والخدمات الصحية للمواطنين. والشكر أيضا موصول إلى بنك البحرين الوطني لمساهمته ودعمه في إنجاز هذا المشروع. بنك البحرين الوطني أيضا يتشرف بأن ينقل شكره الجزيل لسمو الشيخ خليفة بن علي محافظ المحافظة الجنوبية للجهود التي بذلت حتى الآن في الإعداد لهذه المناسبة السعيدة، ونأمل إن شاء الله أن يكون بنك البحرين الوطني كمؤسسة وطنية رائدة دائما في خدمة شعب البحرين، قيادة شعب البحرين في خدمة المملكة الحبيبة في الحاضر والمستقبل.